يو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارتي برجع لكم مقطع جديد، المرة دي مو من الفرن. المقطع ده يمكن يكون حزين مو زي بقية المقاطع المليئة بالسعادة والنشاط والحيوية. اليوم بقرأ تعليقات السب. أول مرة أسوي مقطع زي كده. أنا سويت مقطع عن الكابوب وفرقة سباتسو وإيكسو، وصلت التعليقات لقريب 90,000 تعليق، أغلبها سب، و15,000 ديسلايك والعياذ بالله. انا بصراحه ما قدرت استحمل الشيء ده. اول ما طالعت في التعليقات قلت في نفسي شيت يا رجال، والله يبغى لها مقطع ثاني. تتحسبوا المعركه شوط واحد بس؟ غلطانين. اليوم الشوط الثاني من المعركه مع الكبكبوبين. صحيح انه عددهم مره كبير، لكن في النهايه انا عندي الصفات ابرزها الشجاعه والاقدام. اي واحد كبكبوبي متعصب يجيب معاه علبه مناديل. اليوم ستبدؤون بالصياح والعويل، اربطوا الاحزمه. جنبلق. اها، من فين نبدا اليوم؟ خلونا ندور تعليق كبكبوبي متعصب. ايوه نسيت اقول، انا عارف انه في ناس كبكبوبين وبرضه من القافله في نفس الوقت، بس انا اليوم بتكلم عن الكبكبوبين المتعصبين جدا. الكبكبوبين اللي من القافله عارفين انه الوضع مزح، احنا ندور الكبكبوبين المتعصبين. اها. اولا، عندما تحسن نطقك للانجليزيه تكلم وتستهزئ بجيمين وجنغكوك. عندما تصبح دحين هذا ليش قاعدة تنتقد بالفصحى؟ والله عايش دور المعركة. لا إله إلا الله، مغفل باري، فمن أخبرك أن صوتك جميل فهو كان يكذب عليك. دقيقة بالله، كلمة مغفل دي ما انتهت صلاحيتها ولا ايش؟ جيبوا لي واحد يستخدم كلمة مغفل. ما قد شفت واحد يضارب ويقول والله لا أدي أمك كف أيها المغفل. ما كنت أشوفها إلا في سبيستون. البنت هذه زودت أمها في اللغة العربية، مسوية فيها لغة عربية فصحى وما أدري ايش. يعني المفروض تطالع في صورة بروفايلها تلقى المتنبي ولا أبا قليصة، تطالع في الصورة تلقى جين غلق. ما هذه الخيانة؟ أنت المغفلة. أها. أول حاجة، صوتك يقطع الرزقة. ثاني حاجة، حاول اعمل مقطع واحد زلخلق زيهم بعدين تعال قاب. دقيقة، وات از زلخلق؟ دحين هذه برضو كلمة منتهية الصلاحية ولا جابها من كيسه؟ ما معناه زلخلق يا جوجل؟ جوجل ما هو عارف معناها يا رجال. المسكين ذا يحسب انه بيكتب كلمات من كيسه بدون ما نقدر نعرف. ما في شيء يمشي علي بدون تدقيق. ايش قاعد يقول هنا كمان؟ انت بتكيرهم، هاي رأيي الشخصي، بس اطقطق عليهم لعاكدك تشير يولي وطف. خلونا نسحب على هذا، اذا باين انه عنده مشكلة كبيرة جدا في الاملاء. الاستاذ اللي نجح لازم يتحاسب امام الملأ فورا، هو والاربع وعشرين نفر اللي اعطوا لك. بنوقف 30 ثانية، ابغى كل واحد يتفرج المقطع يدعي له. اوكي كذا يكفي، نشوف اللي بعده. ايش هذا؟ كاتب بالانجليزي، حاسبني ما اعرف اقرا ولا ايش؟ اوه جود، ايديوتس ار افريوير، وي ار ان 2018 اند جارباج لايك يو ستيل اكزيست. بف، اول شيء انت الجارباج كويس؟ تحسب اني ما اعرف معناها ولا ايش؟ تحسب انك بتكتبي بالانجليزي يعني ما بفهمك؟ الانجليزي جبت فيه 65 يعني ناجح، تحسب انك بتكتب الكلام ده وبيمشي بدون ما اعرف؟ ثاني شيء، اسمك بارك، اللي تعلمته في حصة الانجليزي انه بارك معناها حديقة، اسم امك حديقة. هذه الحالة اقدر اتكلم فيها 3 ايام، بس خليني اكمل عشان لا اضيع وقت. seeking for attention and values. اللي فهمته من حديقة انها تقول اني ادور مشاهدات وما ادري ايش. يعني بالله ايش رايك؟ انت كذا اكتشفتي السر مخفي من الاف السنين ولا ايش؟ رفعت مقطع في اليوتيوب، يعني بالله ايش قاعد ادور؟ الزواج؟ ها؟ استنتاجاتكم تعبانة صح؟ اللي بعده، ريري رورو تقول تعلم القراءة بعد، اسمهم بي تي اس. مكتوب بتس، كيف صار اسمهم بي تي اس؟ لو اسمهم بي تي اس حيكتبوا بي تي اس ما حيكتبوا بتس. كتبت بي تي اس وما طلع لي شيء. خلوا عندكم شوية عقل ومنطق. جاد ديم، ذي نفس البنت ريري رورو، ايش بها معصبة زي كذا؟ اوصل لربع انجازاتهم بعدين تكلم. انا ايش دخل امي في انجازاتهم يا ريري رورو؟ مالي صلاح، انا علي اقول اللي في راسي. فكرت انه ذول طالعين كانهم طلاب في الروضه لانهم مطقمين، على طول قلتها. بالله تخيل اجي افكر في كلام بس قبل ما اقوله اطالع في الانجازات وابطل. او شيت، والله الصوت سيء صح، بس لا ما اقدر اقول الكلام ده لانه انجازاته اكثر مني وبرضه عنده مشتركين اكثر مني. نيكاري العكس. انت مضغوط باري. انا ماني مضغوط، انا مندي. ها ها ها،
طيب اشفقت عليك، بعلمك ليش احنا نشوفهم. اولا لانهم مزز. دقيقة، يعني تتفرجوا الكبوب ذا لانهم مزز زي ما تقولوا، يعني مو عشان اغانيهم وقصايدهم؟ شيت يا رجال، قاعد ديم عشان كذا الكبكبوبين ذول حاطين مكياج في الفيديو كليب؟ شيت يا الهي بالله، الكلام ذا من جد؟ دقيقة خلونا نشوف ايش تقول. ثانيا لان حركاتهم رهيبة، واتحدى امك تقلدهم. ثالثا حط اغنية فيها حركات كويسة. دقيقة، مو دوبها قالت حركاتهم رهيبة وبعدين تقول حط اغنية فيها حركات كويسة؟ نيكا هاو، انا ماني قادر افهم. خامسا شوف كوكي، شوف تاي، يا اخي موسس. دقيقة خلونا نشوف كوكي وتاي مين ذولا. كوكي وتاي، دقيقة، هذول عيال انا ايش لصلاح؟ مزز ولا ما هم مزز؟ هذول عيال انا ولد زيهم. I am not is gay. شيلوا الكلام الفاضي ذا من وجهي. اسمهم كيبوب، واحترم نفسك. مكتوب بالانجليزي كابوب، فين الياء؟ انتوا ما تشوفوا زي الناس ولا ايش؟ انتوا ما تعرفوا الانجليزي؟ واحترم نفسك لانه هم الملوك وانت تغار منهم. هم احسن منك يا حيوان يا قندرة. What is this؟ ليش الكبكبوبين قاعدين يجيبوا كلمات من قاموس ما هو موجود؟ What is قندرة؟ ذي سبة كورية ولا ايش؟ Are you صاحين؟ ليش قاعدين تكتبوا كلمات مشفرة مع الأمها أي معنى؟ عاشقة الكبوب ذي خرجت عن السيطرة. أنت أصلا مضيع العنوان، مفروض تتفرجي مقاطع زي كذا. أهلا أني سيفولا، واو ما هذه الهدية الكبيرة؟ هذه بيضة الشوكولاتة يا لولو، فأنا أعرف أنك تحبين الشوكولاتة كثيرا. شكرا لك يا أني سيفولا، أنا ما زلت أنتظر الفتيات، تفضلي تفضلي. أهلا وسهلا أني سيفولا، نورتي المنزل. نضحك يعني؟ ما أدري والله، أنا ما قلت أضحكي، هذا الشيء يرجع لك. الحين أحد قال لك تابعهم؟ يب والله في ناس كثير قالوا لي تابعهم. إيش فيه؟ في مشكلة إذا حطوا مكياج؟ إيوة في مشكلة إذا حطوا مكياج، كيف ما في مشكلة؟ المكياج مصنوع للبنات فقط، المكياج الرجالي هو الفازلين بس، وعادة ما يستخدمه المشهبون. يعني إذا أنا مثلا طلعت ألعب كورة في البرد ورجعت وأنا مشهب، يجوز لي أن أستخدم الفازلين، إنه علاج المشهبين. ما أعتقد إنه في رجال بيحط مكانير قبل ما يلعب كورة، لا يجوز إطلاقا. قال في مشكلة، قال إيوة في مشكلة. من فين قاعد تجيبوا الكلام الفاضي ده؟